هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جايب قراءة عاطفية لبرج الميزان، راح أحاول أحكي فيه عن المشاعر، الحبيب، نواياه، مستقبل العلاقة مع بعضكم. كذلك راح أحاول أحكي عن العزاب، عزاب برج الميزان، راح نشوف هل في شخص جديد بحياتكم أو لا. وهذه القراءة برج شمسي قمري طالع، وفي إمكانية كذلك أن تكون القراءة عكسية. بداية يا برج الميزان، عم شوفك تتذكر شخص من برج الميزان، أو تتذكر شخص ما كان أنصفك بالماضي ورحلت عنه، وممكن كذلك أنه تتذكر أو عندك أفكار دائما حول قضية بالمحكمة ومشاكل بالمحكمة، وعم تشوف هل القضية سأربحها أم لا. كذلك عم شوف طاقة الحبيب حاليا، كأنه هذا الإنسان يعني عم شوف حالتين بهذه القراءة، ممكن للبعض عم شوفه كأنه الحبيب بيحس حاله انه انت خطفت له قلبه، وانه انت شخص ساحر جدا، وشخص ما فيه يعيش بلاك، اوكي، وعم ينتظرك. يعني عم شوف ابتعاد او في زعل خفيف بهذه العلاقة، وممكن للبعض عم شوف طاقتهم او طاقة الحبيب هيك عم يشوفوه، عم يشوفوه على انه شخص خائن، شخص ما بيستحق انه ينتظروه ابدا، وما بيستحق انه يكونوا معه. وعم شوفهم يتمنون رجعة هذا الشخص للانتقام، اوكي، او لا يعني يحسوا انه رجعت لهم كرامتهم، اوكي. عم شوف طاقة الحبيب حاليا اخذ وقت لحاله، ما عم يحكي مع احد، ممكن مبتعدين انتم مع بعض، وعنده افكار تجول بباله كتير طويلة، ممكن عنده كذا فكرة عم تجول بباله، وممكن عنده عدة اختيارات عم يفكر فيها. هذا للناس كتير اللي عم شوفهم الحبيب خائن، ممكن عنده خيارات عديدة، وممكن عم يعني يحكي مع كذا شخص، يعني عم شوفوا غاوي علاقات حب. وللبعض عم شوفوا الانسان مبتعد عنكم، وعنده اشياء تشغل باله من مواضيع تتعلق بالعمل، من مواضيع تتعلق باشياء عدة. كذلك عم شوفك مشاعرك نحو هذا الانسان مشاعر حلوة، مشاعر جميلة، دائما تريد الصلحة والرجعة، وتريد تحسين الأمور، تصليح الأمور. إذا كانت الأمور غير سوية فأنت تنوي إرجاع هذه الأمور إلى ما كانت عليه أو أحسن. كذلك عم شوفك تشعر بعدم الأمان، عم تشعر بعدم الثقة، ممكن هذا الإنسان خان ثقتك، وممكن أنت محتاج لشريك بالحياة يكون يعني يعطيك الأمان بالحياة، يعطيك الدفع داخليا. أنت ما عم تشعر بهذه الأشياء برج الميزان. عم تشعر كذلك يا برج الميزان على أنه أنت ما بتحب الشريك، او اسباب الاشياء اللي ما خلتك تضل مع هذا الشريك هو انه ممكن كلامه صليط شوي، وممكن هو كتير حازم اوقات، يعني بيقول كلامي كتير يجرحك. وعم شوفه كذلك للبعض، عم شوفه انه شخص يعني عنده علاقات، دائما يتطلع لعلاقات جديدة، دائما ما بيمل من العلاقات، دائما هو يريد أشخاص جدد. ممكن للبعض هذا الشخص عم شوفه عنده اهتمامات مادية كتير عالية، دائما يطمح للنجاح المادي، وممكن هذا الشيء يجعله هذا الشخص يهملك بحياته. كذلك عم شوف الأشياء اللي بتحبها فيها، ممكن بتحب فيها لأنه شخص هيك قلبه كبير، وبحب العيلة، بحب الأسرة، بحب اللمة. أنت بترتاح لما بتكون مع هيك شخص، وبتحس حالك في أمان داخلي، أوكي. عم شوف كذلك الأشياء اللي ما بحبها هو فيك،
ممكن هذا الشخص الذي تتعامل معه ممكن يكون كذلك برج سرطان، ممكن كذلك حتى برج عذراء. عم شوفوا له هذا الشخص ممكن ينظر إليك على أنه أنت صاحب شوي مشاكل، دائما نكدي أو قاعد، وعم يشوفك كذلك على أنه شخص بتبعت له مسجات كتير، ممكن اوقات ما عم يكون مشغول، هو ما بحب هذه الامور. ممكن في بعض من الاشخاص لكم يا برج الميزان كل ما يعني قللت كلامك معه، كل ما كنت يعني عم تحسه بجفاء دائما، ودائما في تكبر، بيضل هذا الشخص معك. ممكن هو من هذا الأشخاص اللي بحب إنه المرأة أو الشخص اللي معه دائما يكون شخص صعب المنال، ما بيقدر إنه يصل إليه. هيك هو بحب على فكرة، هو داخليا أو باطنيا بالعقل الباطن لإله بحب إنه دائما يبحث عن الشخص الصعب المنال. إذا كنت شخص سهل المنال ما راح يكون معك أبدا. عم شوف كذلك حتى الأشياء اللي بحبها فيك لأنه أنت بتحبه. بحب الحب تبعك يا برج الميزان، بحبك على انه شخص جميل جدا، وشخص تحمل جواتك كثير اشياء حلوه. عم شوف كذلك الاشياء اللي ينوي معك، ممكن ينوي رجعه او ينوي تصليح امور كانت عالقه بالماضي، تجديد عهود. اذا كان في مشاكل بالماضي فهذا الشخص يريد العودة من جديد وتصليح أمور كانت بالماضي. عم شوف كذلك نيتك نحو هذا الشخص يا برج الميزان. ممكن أنت واخد قرار على أنه هذا الإنسان ممكن جرحك كتير، لساتك متألم جدا من هذا الجرح اللي عمله هذا الإنسان تجاهك. ممكن عم حس كذلك على أنه تريد الرجعة، تريد بداية جديدة، تريد العودة مع هذا الشخص، بس بقرارات تبعك، يعني قرارات جديدة أنت رح تفرضها على هذا الشخص. ممكن لأنه هو غاوي نساء، يعني غاوي شخصية جديدة، دائما يريد أن يكون مع شخصية جديدة. عم شوف كذلك مستقبل العلاقة مع بعضكم رح يكون شوي يعني فيه تحديات. أنا عم شوف أنه مستقبل علاقة جيد لا أنكر، بس فيه تحديات، فيه أخذ وعطاء، فيه كلام ممكن يكون شوي جارح وحاد، ممكن فيه كبر. كل واحد عنده كبر عالي، كل واحد عنده كرامة كتير عالية، ما في تنازلات. عم شوف شوي من التكبر، كل واحد يريد الآخر بس مش قادر يعني يعبر له عن الأشياء اللي بده إياها، دائما بيناظره من بعيد، بس ممكن ببين على أنه لا أريدك، عندي أشخاص يهتموا فيني. بس عم شوف العلاقة رح تستمر، رح تصبر أو رح تثمر إلى أن تصل إلى شيء جيد، بس ممكن رح تكون شوي فيها تحديات كتير لهذه العلاقة، لأنه أنتوا شوي هيك مو متوافقين جدا. عم شوف ممكن عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي من برج الجوزاء، عم شوف برج الحمل، عم شوف برج الثور، وعم شوف كذلك برج العذراء. ممكن عم شوف انه بقول لك ضل متفائل تجاه الحب تبع حياتك. بقول لك لازم انه تخلي تفكيرك بوزيتيف او تفكيرك ايجابي، ولازم تحارب من اجل حياتك الرومانسيه، يعني لازم تخلي دائما تفكيرك ايجابي، ما تخلي التفكير السلبي يأثر عليك، ولازم تقاتل من أجل هذا الحب. ممكن هذا الحب سيثمر بالمستقبل، مو بالوقت الحالي. ممكن هذا الشخص عم شوفه صغير السن، وممكن كذلك يكون ما عنده تجارب كتير، وبده يعني ما بيعرف قيمتك حاليا، مع المستقبل رح يعرف قيمتك يا برج الميزان. عم شوف كذلك العزة برج الميزان، عم شوفهم مدمرين كليا، عم شوفهم تفكيرهم تقريبا سلبي. ممكن
بدهم استقرار ومش عندهم استقرار بحياتهم، سواء كان بالعمل، سواء كان بالعلاقات، سواء كان أي شيء، يبحثون على الاستقرار يا برج الميزان. بس عم شوفكم التفكير السلبي وغيم على هذه على أفكاركم. ممكن تريدون عدل، تريد إنصاف يا برج الميزان، تريد أشياء يعني تخليك أنت تستمتع شوي بالحياة. عم شوفك بتفكر مطولا، عم شوف في أشياء عم ترهق عقل برج الميزان. صراحة ليش هيك يا برج الميزان؟ ارقف بحالك. عم شوف كذلك محتفظ بكرامتك، محتفظ بمشاعرك. ممكن حاليا بتفكر بشكل مطول بماذا تفعل بالمستقبل. عم شوف في تحطيم للقلب. صراحة عزي برج الميزان كتير تعبانين، لهيك بقول لك انه لازم تفكر بشكل من الإيجابية. أنت صدد في صدد تفكير بمشروع أو شراكة مادية مع شخص، ممكن هذه الشراكة ستثمر إلى أن تصبح شيئا من الجيد. يعني ممكن هي ببداياتها، بس عم شوفها ستثمر إلى أن تصل إلى شيء من الخير. يعني عم شوف الحظ سيكون معك، بس أنت تشتغل إذا عندك فكرة، إذا عندك مشروع، عندك شراكة مع شخص، سواء كان شراكة عملية أو كان شراكة مع شخص، يعني علاقة حب أو شراكة عاطفية. بس عم شوف التفكير السلبي، يعني the shadow side، يعني الظل الأسود أو الظل السيء اللي عم يخرب لك تفكيرك، ما عم يخليك تشوف الحقيقة أو تشوف النور. بس قاتل من أجل حلمك، سواء كان عمل، سواء كانت علاقة، سواء كان أيا كان. أوكي، عم شوف حتى في ضبابي بالتفكير، ما عم شوفك ترى الحقيقة. عم شوف كذلك على انه تحس حالك انه تسعى وراء الاشياء اللي بدك اياها، بس ما عم شوف في تحصيل. بس التحصيل رح يجي ان شاء الله يا برج الميزان. بس شوي لازم انه تخلي تفكيرك متوازن وتفكيرك ايجابي. هذا كل شيء بيطلع لبرج الميزان. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.